وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، سمعت من المدرس في الكلية يقول إن المعتزلة ما عندهم شرك خلاف الرافضة الذين جعلوا التوحيد عين الشرك، فهل هذا الكلام صحيح؟ المعتزلة ما عبدوا القبور والأشجار والأحجار مثل القبورية، ما ذكر عنهم هذا، لكن عندهم التأويل، تأويل الأسماء والصفات، نفي الأسماء والصفات، وهذا ضلال، هذا ضلال مبين، ومن تعمد منهم هذا يكفر. أما من كان متأولا أو كان مقلدا فهذا ضال، هذا ضال، ولا يقال إنه كافر لأنه مقلد أو متأول. أما من تعمد هذا فهو كافر. نعم.